والله والله أستهدي وأستعين. لفظ الجلالة هنا منصوب، منصوب على ماذا؟ تنازع فيه، تنازع فيه عاملان، تعرفه؟ فهل هو منصوب على التنازع أو منصوب على العامل الأول أو معطوف على العامل الثاني وهكذا. والله أستهدي وأستعين، لأن هناك عاملان أستهدي وأستعين. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعينه. فأنا أستهدي الله عز وجل وأستعين به، فإنك تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدها اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تستهدي رب العزة والجلالة فتدعوه وتستعين. ومن فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل مستهديا فإن الله يهديه، وهو صدر هذا وقد هداه الله عز وجل فأتم نظما من أجمل ما يكون، لأنه الهادي جل وعز بيده الهداية كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يا عبادي كلكم إيش ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهو تبارك وتعالى من يعين، هو عز وجل القادر على أن يعين في كل الظروف والأحوال. قد يعينك إنسان لكن ليس في كل شيء، أما الذي يعينك في كل أحوالك وسكناتك وتصرفاتك وأمورك هو الله عز وجل. قال حد علم التفسير، المراد به كما ذكرنا علم التفسير قواعد الإجمالية يعني علوم التفسير، عرفه فقال علم به، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. هذا العلم يبحث فيه عن أحوال كتاب ربنا عز وجل وهو القرآن الكريم. إلى هنا انتهى هذا التعريف، ثم أتمه إما من باب التمثيل وإما لإتمام النظم، فقال من جهة الإنزال، وأتمها بعدها لأنها جهة الإنزال هو مجرد إحدى هذه الجهات، ثم قال ونحوه في البيت الذي يليه، ونحوه يعني ونحو هذه الأمور من جهة الإنزال وما يرجع إلى السند وما يرجع إلى الأداء كما ذكرنا في العقود. علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا من جهة الإنزال ونحوه يعني نحو الجهة الإنزال بالخمس والخمسين. الآن ذكر عدد أنواع علوم القرآن المتضمنة في هذا الكتاب، وهي على النصف مما ذكره في التحبير من هو الإمام جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله، ذكر نحو 100 نوع من أنواع علوم القرآن، وفي الإتقان ضم بعض تلك الأنواع مما يشبه بعضها بعض ويضم بعضها بعض، فخرج بنحو بأزيد من 80 نوعا، وفي النقاية جعلها 55 بداية لمن للمبتدئ حتى لا يتشتت فيزيد عليه التفصيل ثم يضيع. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، أي أن الحصر هنا حصر نسبي ليس حصر حقيقي، لأن هناك ما أزيد عن هذا العدد حتى في الأصل في التحبير، في أصول في التحبير عند الإمام السيوطي عليه رحمة الله، وأزيد من هذا في كتابه الآخر في الإتقان، فكونها محصورة حصرا نهائيا هذا ليس المراد قطعا، إنما هو حصر نسبي يعني حصر يناسب المبتدئ، يعني حصر بالنسبة للمبتدئ. ثم قال وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود. الآن بدأ يتكلم عن خارطة المنظومة، وهذا من إبداع هذا الناظم عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز، يقول وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة. لما ذكر أنه نظمها كالجمان في عقد ذكر لك أن العقود مجتمعة صنع لك 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، جعل في آخر هذه 6 العقود خاتمة.
وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. ذكر المقدمة أن قبل الستة العقود هناك مقدمة موجودة وهي هذه التي بدأنا فيها إلى الآن وستبدأ حتى ستمضي معنا حتى بداية العقد الأول. هذه المنظومة مقدمة، ستة عقود، خاتمة. هذه كأنه يقول خارطتك في ذهنك لهذه المنظومة تصور لك مبدئي، ترى هي تتكون من مقدمة يا طالب العلم وستة عقود، وتتكون كذلك من خاتمة. وقال ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني أنها تخبر وتنبئ عن رموز المؤلف. هذه مهمات المقدمات، تتكلم عن رموز صاحب التأليف، عن مصطلحاته، ماذا يريد بالمصطلح الفلاني، تتكلم عن منهجه في التأليف، عن طريقته، وهكذا. فالمقدمات من أهم ما يقرأ في الكتاب قبل أن تدلف إلى الكتاب. في أي كتاب تريد أن تستفيد منه يجب أن تطلع على المقدمة، لأن المقدمة كأن المؤلف يقول لك خذ هذه المقدمة تستفتح بها كل ما سيستغلق عليك في المتن أو في التأليف. تعرف كيف منهجي، ماذا أريد بالمصطلح الفلاني، ماذا أريد بالرمز الفلاني، فتكون على بصيرة في اطلاعك لهذا المتن أو هذا التأليف. ثم قال مقدمة، هل هذه المقدمة غير المقدمة الأولى؟ لا، هي واحدة، هي مقدمة واحدة، ولكن هذه اللفظة لعل المراد بها ما يكتب في البحوث المعاصرة، في البحوث المعاصرة الأكاديمية وغيرها، تجد المؤلفين يحرصون على مقدمة وعلى تمهيد بعد المقدمة، على مقدمة وعلى تمهيد بعد المقدمة، فيبدأون بالمقدمة بالحمد لله والصلاة وذكر أسباب الموضوع وأسباب الاختيار وأهمية الموضوع ومثل هذا، ثم بعد ذلك يتكلم تمهيدا للدخول الفصل أو للمتن أو للتأليف. فهذه كالتمهيد. ثم قال في تعريف القرآن الكريم، فذاك إشارة إلى النبي، إلى القرآن الكريم، فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز، ومنه الإعجاز بسورة حصل. يعني القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في ألفاظه، المعجز في ألفاظه، شو لاحظ، أو المعجز. فذاك ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومنه حصل الإعجاز، وبه حصل الإعجاز، فيخرج بذلك ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث، ويخرج بالإعجاز، بالنص على الإعجاز والتنبيه على الإعجاز، ما كان من الحديث القدسي، فإنه غير معجز، غير معجز في اللفظ. ومنه الإعجاز بسورة حصل، هذا طبعا من فنون قراءة المتون المنظومة بالذات، فإنك تتنبه لبعض الكلمات التي تحصل فيها إما الزيادة أو النقص أو النقل، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، هذه كلها من تصرفات الناظمين لضرورة الشعر والوزن، وسيأتي معنا مثل هذا. قال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. السورة يعرفها هي الطائفة، يعني الجماعة أو المجموعة من الآيات في أولها عنوان يترجم عن تلك الآيات. فالسورة هي طائفة من الآيات في أولها ترجمة، يعني عنوان يترجم ويفصح عن معنى ومضمون هذه السورة. والسورة الطائفة المترجمة، لاحظ ولم يقل المترجمة، والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، أقصر سورة في القرآن من ثلاث آيات، أقصر سورة في القرآن من ثلاث آيات، والبسملة لم تعد منها،
سورة إيش؟ الكوثر، سورة الكوثر. لو عدت البسملة من ضمنها آيات السورة كانت كم آية؟ كان 4 آيات. وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في البسملة بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، لأن الكلام في البسملة كلام مهم جدا أن يفهمه طالب العلم، فلا يظن بأن هناك قول يشعر، وهذا كثير منتشر عند بعض الفضلاء وبعض طلبة العلم، أنه إذا رأى قولا لم يستحسنه هو أو لم يتعلمه عن شيخه ظن بأنه قول حقير ضعيف لا قيمة له شاذ، وهذا باطل. وسنأتي إن شاء الله عز وجل إذا جاء موضوع البسملة سنتكلم إن شاء الله عز وجل عن هذا بالتحرير. والآية الطائفة المفصولة، الآن يبدأ يتكلم عن معنى وتعريف الآية. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة إلى كلمة منه، هذا تعريف الآية. إذن الآية هي الطائفة المفصولة، أولها وآخرها منفصل عما قبلها وعما بعدها من الكلمات من القرآن الكريم من حيث الترتيب. الكلمات إذا تضمنت بداية وخاتمة هذه إيش؟ آية. هذه الآية إذا علمت كلمات جمعت ولها أول ولها آخر هذه إيش؟ هذه آية. فإذا كان للآية أمثالها وأضرابها فضمنت الآية مع الآية والآية مع الآية ثم ترجم في أعلاها سميت سورة، هذه هي السورة. فإذا ضمنت السور كلها 114 سورة هذا هو القرآن الكريم. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، ثم الآن يبدأ في شيء آخر. والمفضولة منه، هذا الأصل في الوصل لكن نحن نقول والمفضولة ثم نتكلم حتى لا يفسد الوزن. منه على القول له كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي، يشير إلى هذا أن القرآن الكريم باعتبار موضوع الآيات فإنه فيه الفاضل والمفضول، أما باعتبار جنس الكلام وباعتبار المتكلم فإنه كله كلام الله فاضل لا مفضول. لكن باعتبار الموضوع المتحدث فيه فإن الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل هي الأفضل الآيات. فلذلك لو سئلت كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عن أفضل آية في القرآن فقال ماذا؟ آية ماذا؟ آية الكرسي. لماذا؟ لأن فيها صفة الله عز وجل والحديث عن الله جل وعز. ثم مثل للمفضول بأن يكون الحديث فيها عن رجل كافر أو عن عذاب كافر، ومثل فيها بسورة تبت وهي سورة المسد. ثم قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأم به يترجم، يبين لك الآن حكم ترجمة القرآن الكريم وحكم القراءة به بغير اللفظ العربي. الآن ما حكم من يقرأ القرآن الكريم بغير لفظ العرب؟ كيف يكون هذا بغير لفظ العرب؟ أهل العلم يقولون أنه لو ترجم القرآن ترجمة حرفية، وهذا من حيث التنظير قد يقبل، لكن من حيث التطبيق يكاد أن يكون مستحيل. كيف؟ لو قلت أنت الآن في استحضار بيتا من الشعر أو نصا من النثر فكتبته، فجيء برجل من أحذق الناس في العربية وأحذق الناس في لغة أخرى فقيل له ترجم هذا فترجمه، ثم ذهب فجيء بثالث لا يعرف هذا العربي نهائيا ولا يعرف العربية، يعني لا يعرف هذا النص قبل ذلك وكان جديدا عليه، وقيل له ترجم
هذا الكلام من تلك اللغة، وكان بقدرة ذاك الرجل الأول المترجم الأول. فجاء فترجم النص، أتراه يأتي به كما كتبه كما كتبها العربي أول مرة؟ يكاد أن يكون لا، ها؟ لأن في الكلمات اللغات كلها مترادفات كثيرة، يعني فيما لا ترادف فيه قد يحصل أنه يأتي بها، لكن الكلام المترادف كثير. فبعض أهل العلم يشير إلى استحالة أن يكون هناك تطبيق حقيقي للترجمة الحرفية، فلذلك لا يمكن أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب، بغير لغة العرب. ويأتي الكلام في القراءة بالأحرف غير العربية كاللاتينية مثلا أو غيرها، هل يجوز أو لا يجوز؟ يأتي الإنسان من غير العرب يقول أنا لا أحسن قراءة الأحرف العربية وأشتهي أن أقرأ القرآن، فهل هذا يجوز له أن يقرأ القرآن بالأحرف غير العربية؟ هو يقول بالألفاظ، يعني أنا أقرأها باللفظ العربي لكن الأحرف التي أستطيع أن يعني التهجي بالعربية لا يحسنه إلا من يعرف الحروف العربية، لكن التهجي بغير العربية قد يكون بأحرف أخرى، هل يجوز أو لا يجوز؟ المسألة فيها ترى خلاف للمعاصرين، لأن هذه المسألة يعني اشتكى منها كثير من في الأقليات الإسلامية، ممن يشتهي أن يقرأ القرآن. يبقى أنه لا يجوز له أو لا يجوز، سأعطيكم لمحة حتى تعرف كيف متى يجوز ومتى لا يجوز. هناك أحرف قد يجوز استبدالها لأنها ستنطق كما هي، فاللام والله في لفظ الله، ها؟ الحمد لله، قد ينطقها بالإنجليزية إذا كتبت باللاتينية بالأحرف اللاتينية وكتبت لله ممكن ينطقها لله، ولكن المكتوب به بأحرف غير عربية، عرفت؟ لكن لو كلمة الحمد ما في هذه اللغة مثل هذا الحرف، سيقول الحمد، سيكتب بدل حرف الحاء اتش، صح ولا لا؟ فينطقها الحمد، فهل هي الحمد؟ لا. ثم هل هذا يمس حرمة القرآن المكتوب بالعربية أو لا؟ لكن الجمهور وجماهير أهل العلم على تحريم ذلك، هذا للتنبيه، جماهير أهل العلم على التحريم، ولكن قد يقال في بعض الحالات ما لا يقال في العموم. بغير لفظ العربي تحرم، وهنا يشير إلى التحريم في هذا النظم، قراءة، يعني لا يجوز أن تقرأ القرآن بغير لفظ العرب، وأن به يترجم، يعني يريد بذلك أن يقرأ القرآن، هل يجوز رواية القرآن بالمعنى؟ هل يجوز أن يكبر الإنسان فإذا قرأ الفاتحة بدأ أن يقرأ الفاتحة يقرأ معنى الفاتحة، ها؟ أو إذا قال الله عز وجل فبدأ في التفسير على أن هذا هو كلام الله؟ لا يمكن هذا ولا يجوز. والترجمة إنما هي ترجمة للمعاني وليست ترجمة للأحرف كما ذكرنا، فليست هناك ترجمة حرفية. ثم قال في ختم هذه المقدمة: كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحدر. قال كذاك بالمعنى يعني يحرم، يريد العطف على التحريم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي تحرم قراءة القرآن بالمعنى، ويحرم كذلك تفسير القرآن بالرأي، ويريد بذلك الرأي المذموم، وهو الرأي المجرد، وهو الرأي الذي جاء ذمه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وجاء عن بعضهم أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا لا يصح مرفوعا لكنه مما قد يقال بأنه مرفوع حكما، له حكم الرفع. فالقول بالرأي هو القول المذموم. وقد ابتلينا في زماننا هذا، وهذا تنبيه، قد ابتلينا في زماننا هذا بمن يتكلم في القرآن بالرأي المذموم الذي جاء وصفه في كتب أهل العلم. يأتي دكتور أو طبيب، دكتور طبيب، دكتوراه في الطب أو دكتوراه في الفيزياء أو دكتوراه في علم اللغات أو كذا، أو رجل
موهوب أو رجل عنده مهارة في تعلم اللغات ثم يتكلم في القرآن برأيه فيهرف بما لا يعرف ويأتي بالطوام الكبرى، بل وسمعت من بعضهم من يصرح بأنه قد وجد شيئا لم يفهمه أحد قبله، وهذا موجود. فيحذر طالب العلم وليعلم وليعلم أبناءه وأصدقائه ومعارفه وينشر هذا، أن هناك في من خرج على الناس في هذه الوسائل الجديدة من تكلم في القرآن بالرأي المذموم. أما الكلام بالرأي المحمود وهو المبني على القواعد والمتكلم فيه من أهل الصنعة عالم بالتفسير، إذا تكلم فهذا يتكلم وفق قواعد علمية صحيحة، يعرف أنه إذا تكلم لن يخرج عن النطاق المسموح به أو عن مجاوزة الخط الصحيح والمشير إلى الطريق الصواب إلى الخط وإلى الطريق الخاطئ. كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، لا يضرب فيها عن حكم التحريم إلى التحليل، وهو تأويل القرآن كأنه يشير إلى الكلام عن التأويل الصحيح الذي هو يكون وفق قرينة صحيحة. والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، عن المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح، ويسمى مؤول. لا يمكن أن تقول في بعض الألفاظ إلا أنك تؤولها، ولكن شريطة أن يكون ذلك بقرينة وقرينة صحيحة. قد يكون هناك قرينة لكن قرينة باطلة أو فاسدة أو غير معتبرة، لا، قرينة وقرينة صحيحة. فلذلك قول الله تبارك وتعالى في كتاب ربنا لما كان في الغار نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ أبو بكر. قال الله عز وجل في هذه الحادثة، قال رب العزة والجلالة: لا تحزن إن الله معنا. هل يفهم من هذا ظاهر اللفظ الذي هو الراجح وهو الظاهر أن الله عز وجل معهم بذاته مخالطا لهم؟ لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، إنما هي معية النصرة والتأييد وهي الخاصة. نكون بإذن الله عز وجل في هذا اليوم قد ختمنا درس اليوم، وإن كنا قد قصرنا، والسبب أن استفضنا قليلا في المقدمة، وكان الواجب أن نستمر. وإن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة في الأسابيع القادمة سنحاول جاهدين على أن نتم المتن وأن نأخذ الحصة المطلوبة التي تم توزيعها في هذا المتن. طبعا هذا التوزيع من عندي، ليس هو مفروض من أحد، لكني حريص على أن لا تخرج من هذا الترم إن شاء الله عز وجل أو من هذا الفصل إلا وقد أتممت المنظومة، حتى تخرج بفائدة كاملة، تقول ختمت المنظومة الفلانية، لا أن تقول والله ختمت ربع منظومة أو نصف منظومة. إن شاء الله، وإن شاء الله نتعاون، وهذا التعاون يحتاج إلى شيء من الحرص في أن نبدأ مبكرا، هذا مهم جدا. الأمر الثاني، نحتاج إلى بعض الاختصار وعدم الاستفاضة في بعض جزئيات المتن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.